معروف عن طريق برونو فرنانديز. حرك الفريق القاتاويز، لعب برشا روح، خرج جرينتا اللي فيه في الشوط الثاني. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، واحد في كل شبكة. تقدم ليفاندوفسكي بخطأ من فرنانديز على بينالتي ضد اللاعب بادي، وصلحها نفسه برونو. شوف وحده، مش ممكن كيسيه، خلاص خلاص ضاعت، مش ممكن يا فرانك، مش ممكن يا كيسيه. اللعبة حلت والدفاع كان مفتوح، بالدي كان يخرج راس راس، لا أظن لكم التسجيل، ولكن كان يخرج راس راس، عنده 80% أوكي. يا كيسيه ماذا درت؟ ضاعت كرة على أنتوني، ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الوسط، والكرة في تماس. مباراة صعبة وصعبة جدا. هذا هو فريد المنقذ، هذا هو فريد في الجول. فريد يعيد النصاب إلى سالف أمورها. البارسا 1 ألمان 1، الآن لا غالب ولا مغلوب. من سيظفر بالورقة ومن سيعبر إلى الدور القادم من الأوروبا ليج من أجل تسلسل حلم ومسلسل الجراند سلام؟ يخرج بيساكا، هذا هو بيساكا. نعم، بعد أنتوني وريتشارد. طبعا تختلط علي الأوراق في هكذا مباراة يا بيساكا، مباراة تخلي العاقل مجنون والمجنون يعقل يا ابن بيساكا. دالو دالو، أتمنى لا يكون شرلو من هذه الزاوية. لا أدري لماذا غادر بيساكا، ليه إصابة الأمور ماشية. يخرج سانشو، وهذا منه، هذا جرناشو. مارتينيز يمشي لساندرو، حط الكرة عن طريق دافيد دخية، كرة من دافيد، دافيد دخية. ليفاندوفسكي غاب في الشوط الثاني. ملا باس، ملا سيست في الخطوط، وراء وخط الوسط ممتاز. الكرة من دخية، يلعب الكرة أنتوني، 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 دالو يعديش، يرجع برونو ما يعديش، والبارسا يدافع، يهاجم اليونايتد بشراسة ويدافع البارسا بضراوة. الكرة ترجع لمين؟ أنتوني كنترول، أنتوني، أنتوني حركها، أنتوني محركها، تمشي كرة عن طريق برونو، برونو خطيرة لفريد والدفاع، حط الكرة لجرناشو، جرناشو، جرناشو، حط الكرة جرناشو، مرة جرناشو، مرة جرناشو، واحدة منهم تخطف جرناشو، والكرة تختف عن طريق العملاق تار شتيغان. كرة من التير، 3-3. دخية، أروخو، أروخو يضغط ماركوس، رافينيا، ليفا، ليفا على اليسار، صعيب على بالدي، لكن بالدي، بالدي ممتاز، بالدي ترجع الكرة اليونايتد. أنتوني، أنتوني والكرة أوت. أنتوني يريد الطيران، وتين هاج يعرف أن سر النجاح أن تضع دائما قدميك على الأرض. ترجع الكرة أرضية برازيلية، حط الكرة من الماتادور، طويلة من دافيد دخية، يلعب كرة وضايع الكنترول من جرناشو. ترجع الكرة، يرجع لقاء متوازن، يرجع البرسا يتنفس في وسط الميدان، ويرجع التكافؤ سيد الموقف. فران توريس، الورقة القادمة من تشافي. ترجع الكرة، أروخو، أروخو، كرة من كريستنسن، حط الكرة تير شتيغن، كرة من تير بالراس، شو كيسيه، كيسيه عنده الصبغة الهجومية في وسط الميدان، ستايل آخر مختلف على بيدري أو جافي. بيدري جافي أكثر تكنيك، اللعب هذا أكثر قوة على المستوى البدني. يخرج سيرجي روبرت، يخرج سيرجي ويدخل فران توريس. فران، نعم فران توريس.
وضد منافس الميريا. مانشستر بعد 72 ساعة أيضا عنده لقاء بخصم أشرس وأقوى نيوكاسل، وفي هدف أكبر وأهم تتويج وبداية الحصاد في الموسم، ليكا فاينل الأحد في ويمبلي ضد نيوكاسل يونايتد الماكبايز اللي على موعد مع التاريخ بعد أيام البومبر آلان شيرر. شوف الكرة الأخيرة وفيها الإصابة بين كازيميرو وليفاندوفسكي. شار لاباس الاثنين، كازيميرو يستحق المان إلى نهاية الكاب، هو ليفاندوفسكي يستحق البارسا للمباريات القادمة وخاصة في الميدويك في ملاقاة الريال الغريم في الكوبا ديل ري. هدف الثاني لنادي مانشستر يونايتد. هذه هي الكرة، هذه هي الصورة، هذا هو الاستخلاص للكرة، يمشي عن طريق برونو، برونو والضربة غارناتشو، غارناتشو فريد، فريد أنتوني، جولاثو يا فريد، جولاثو من فريد، هو أنتوني، أنتوني 2-1، 2-1 أنتوني، أنتوني ولعها، أنتوني مت عيوني وعيون المانشستراوية، أي كورة أي ملعوبة، كورة مركونة والثاني، تين هاج رجل المرحلة، رجال، سيدات، أطفال مانشستر، عادوا من جديد بالبسمة، عادوا لكم بالأفراح، أنتوني على طريقة ريتشا، يضرب الثاني في مرمى البارسا، 4 يونايتد 3 برشلونة، ريمونتادا على طريقة الميرينجي، سيناريو الكامب نو يتكرر، الكرة متنوعة لفريق مانشستر، الشياطين الحمر استعادوا شياطينهم، استعادوا بريقهم، استعادوا متعتهم وإصرارهم، 2 يونايتد 1 البارسا، اللقاء في العشرين دقيقة الأخرى بالوقت بدل الضايع باش يكون من نار، هل كانت هناك مخالفة على برونو أم لا؟ الفار مشى، الحكم متأكد، وصل في ثالث مرة، أنتوني يسجل بالوقت الأرقام أول أهدافه ويتقدم لمانشستر للدور القادم، 2-1 يونايتد، 2-1 يونايتد، رافينيا أوت ويدخل أن سوفاتي للشباب برشلونة. أي كاريزما فيك يا فرنانديز، أي شخصية عندك يا برونو، هما شايين قوة شخصية برونو في الشوط الأول، حسيناه خرج من المباراة
تسبب في ركلة جزاء هدية وضيع هدف أكيد. ولكن اللاعب لما يكون عنده كاريزما وشخصية، برونو البرتغالي عاد، برونو يصنع الفارق في الشوط الثاني ويصنع التفوق للمان. هذه نقطة قوة شخصية، والنقطة الثانية تكتيكية. ارجع برونو لبوست لمركزه لتمركزه رأس الحربة، ومشى أنطوني على اليمين، شعلت الجهة اليمنى، نور وسط الميدان، تقوى الهجوم المانشستراوي، والروح اليونايتد صنعت الفارق في الشوط الثاني. البرسا حضر في الشوط وغاب عن الثاني، ويونايتد يسجل تعادل ويضرب بالثاني ويتقدم لدور الموالي لحد اللحظة. 2-1 مانشستر في وضعية فضة ومثالية، ولكن ليس بعد. ما زال في المباراة عناوين، وما زال في القمة، والبقية قصة وحكاية يا روخو. شكور أروخو، خروج رافينيا، أنسو فاتي تاخر شوية، بس ما نقولش برشا. تشاف بالنفس الرياضي قال لك فما علاقة انه أكثر الفرق التي تفوز هي تاريخيا باللون الأحمر، وفسروها علميا. شوفوا لي بسيكولوجية دي لقطة مغير الشعر، عندي ربع شعر خلينا نكمل نشيله لعل وعسى. ترجع الكرة ممتازة، هذا لعل والآخر عسى، هذا ماكتوميناي، يمشي الماك، حط الكرة لقرناشو، قرناشو الأشقر، جاب الأسمر البرازيلي، يمشي توريس، يمشي توريس، توريس 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 توريس. أكتفي بذكر اسمك وأمر يا توريس لكي لا أعاقب يا فران. 5 دقائق في نهاية المباراة، 5 دقائق لنهاية المشوار الأوروبي للبارسا، أم للإكسترا تايم، في صالح المتعة، في صالح الكورة والفرجة، في صالح برشلونة، وفي صالح نيوكاسل. تمشي كورة عرضية خطيرة بالراس، يا كورة فريد ليفاندوفسكي، ليفا حط الكورة فمش قطع، ألونسو خرج كرة عن طريق كيسيه لبالدي، بالدي لفرانك، كيسيه ماركوس، ألونسو القادم من تشيلسي ومتعود بأجواء هذا الستاد، حط الكرة عن طريق كريستنسن لكوندي، كوندي ترجع كرة للبارسا، كرة في الوسط ليفاندوفسكي، وفي خطة لليفا حلها في كرة ثابتة، ولكن شكون يوصلك الكره الثابته وكورنير يا برشلونه. اللمسه الفنيه افتقدها برشلونه بوضوح في مباراه القمه اليوم. خارجه كره، بالدي عنده مستقبل كبير كبير برشا الوليد هذا، بالدي انسو، بارسا الجمهور يساند ويشجع، اشتاقان يلمس كره للامل، كريستنسن يعمل هربه للعوده، هو اليونايتد يقطعها من اجل الفرحه. ترجع من لوكشو، حط الكره كازيميرو، يضرب الراس برونو، القائد الى قائد، وقائد يونايتد رابح 2-1. وتنهاك تنهاك شو اسم الله، سرعه الانتصار هذه مصروع، سرعه الانتصار يا تنهاك، سرعه الربح يا الهولندي. ترجع الكره عن طريق ماركوس الونسو، ترجع الكرة عن طريق بالدي تبارك الله عليه، بالدي فرانكي ديون، قدام. البرسا يحب يلعب الكرة نتاعو في الدقيقة 93، كرة طويلة، وين طويلة، جابها فران، واحدة من توريس خطيرة، ومش ممكن توريس يدافع، فران توريس يوزع، وأنسو فاتي مدافع مع يونايتد، أنسو فاتي ينقذ اليونايتد، أنسو
شوف انسو، شوف انسو يطلع بالكوره ماشي ليفاندوفسكي، حرموه 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 حرمو. كوره للتعادل، هذه شوطه ليفاندوفسكي جول، فمش كلام، هذه ليفاندوفسكي حطها جول. لا شمايكل ولا فاندر سار ولا ديخية ولا مع بعضهم يشدوها. صور جاي في البوزيشن بتاع جاي، طالع من فوق ويضرب الراس القدام بالقوه في الخمسه بتاع مازال فران، فران خطيره، هي جول، هي جول، هي تعادل، مش ممكن يا ليفا، فرصه التعادل، ليفاندوفسكي، ليفاندوفسكي ولكن اوف سايد، تسلل تسلل تسلل. شوف البارسا اول كوره ملعوبه على الارض، اول كوره، شوف الطلب، فماش تسلل، وينه التسلل؟ وينه التسلل؟ الدفاع لا ادري ماذا زفر الحكم، الاوفسايد، ما شفتش تسلل. ترجع الكرة في دقيقة، يصعب جدا الخروج الاوروبي قريب، موسم اوروبي مخيب للامل بعد مغادرة الشامبيونز وداعية الاوروبا ليج، ولكن البارسا حاول في البطولة هذه، قاعد يتقوى من ماتش لماتش وياخذ في خبرات مثل المباريات تنفع اكثر من الذر. البرسا عينه على الليغا هذا العام، فماش كلام ثاني، عينه على الليغا هذا العام كخبر رئيس ولقب رئيسي، ومن بعد ربي يعمل دليل وربي يعمل ايام قادمه في دوري الابطال الكتالوني. تمشي بالكره البرسا، يحاولون يخسروا الكره، فرنانديز فرنانديز فرنانديز، جرناشو 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 إلى الشو، ضاعت الكرة على برونو، ورسميا موقعة أولد ترافورد يكسبها تنهاج، الهولندي واصل وزرقالي أمامه يغادر كرة القدم. عودة البرسا كانت متأخرة، فرحة كبيرة جدا في معسكر الشياطين الحمر، الهدف المبكر من فريد من اول دقيقة في الشوط الثاني، قلب المعطيات، فران مع ليفا ما زال يناقشان الكرة اللي حرموا منها انسو فاتي. اي فرحة يا يونايتد، فرحة لقب، لانه هذا انتصار سيبني عليه مانشستر الايام القادمة، واولها فينال ويمبلي. من يوقف يونايتد؟ من ينجح في ايقاف الزحف في المانشستراوي؟ برشلونة اوت اوروبا، مانشستر هين من اجل المسابقات الكل للاول كومبيتيشن والجراند سلام. هذا الرجل ماكر، هذا الرجل خبيث، هذا الرجل قوي الشخصية، هذا فيرغسون بمسمى تنهاج، هذا السير الجديد سيسير بمانشستر الى نجاحات كبرى. مباراة والأروع أكاد